اسمك؟ ايمن عبد المعطي. منين يا ايمن؟ من كرداسة. طب انت كنت فين يوم الجمعة اللي فاتت يا ايمن؟ كنت في التحرير ورجعت حضرتك، رحت الجيزة عند السفارة الاسرائيلية. ايه عملت ايه بقى؟ والله ما عملتش حاجة، يعني انا كنت واقف مع الناس اللي بيهدوا السور، لان ده اصلا كان يعني كان شيء لازم يحصل وما ينفعش اصلا، يعني احنا عايشين بقالنا كتير في مصر وكده، فما ينفعش ان سور زي ده يتبني وبعدين يضحكوا علينا بان هم يرسموا علم مصر عليه، يعني مش للدرجة دي احنا سوفها او عبط، يعني احنا بنميز الصح من الغلط. يعني انت مع هدم السور؟ ايوه طبعا مع هدم السور، بس مش مع تكسير السفاره، مش مع اللي حصل في الاماكن المجاوره ليه، مش مع الناس اللي كانت طبعا اللي راحت بتاعه اللي عند مديريه الامن طبعا بتاع الادله الجنائيه وكسروا وحرقوا. لا السور موافق عليه؟ لا طبعا طبعا السور موافق عليه، ودي حاجه المفروض يتبسط بها اي مصري، ان احنا يعني في دول بره يعني اكيد لينا سفارات، فما ينفعش ان احنا نبني سور، فازاي انتوا تعملوا كده عندنا؟ وبعدين ليه اصلا يعني الشكل الحضاري مش كويس بالسور مبني، ويعني انا بقول برضو ان يعني ربنا يسترها، ومش عايزين اصلا يعني حاجات تتطور اكتر من كده، احنا يعني الغلط ما ينفعش. طب احنا النهارده في ميدان مصطفى محمود، وميدان مصطفى محمود اشتهر بتأييده لحسن مبارك، انت ايه بقى من مؤيدين حسن مبارك؟ لا ولا؟ طبعا حضرتك ما حدش بيأيد الغلط، وبعدين يعني بصراحة صعبان عليا اللي بيحصل معايا، بس يعني ده كان لازم يحصل عشان اصلا ما نجرأش حد انه يغلط بعديه. يعني حضرتك يعني ماشي، ده رئيس وده 30 سنة في البلد وده عمل حاجات حلوة طبعا، ده كله شيء جميل، بس بعد كده الناس اللي جات معاه يعني وزراء، وسمعنا ده بيتاخد وده بيتنيب، في ناس تعبانة حضرتك، يعني انا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم ان في ناس تعبانة، يعني حضرتك يعني اسعار يعني ولعت، اكيد حضرتك عارف في ناس ما فيش ان هي تعيش، يعني مستوى المعيشة بتاعها ما ينفعش بكده، بس احنا يعني انا مش بأيده، ومش انا بقول لا للفساد مش اكتر. وانت بتأيد المحاكمة بتاعته يتحاكم محاكمة عادلة؟ ايوه طبعا لازم يتحاكم محاكمة عادلة، لان لو ما تحاكمش بعد كده البلد هتبقى فوضى، وهنجرأ اي حد انه يغلط، واي حد يعمل اي حاجة مش قانونية عادي هيبقى باصص، يعني اشمعنى رئيس الدولة ما يتحاكمش؟ هو يعني غفور الرحيم ليه وشديد العقاب لينا؟ لا طبعا لازم زيه، هو في الاول وفي الاخر فرد وبني ادم، وده لازم يحصل معه عشان اللي يمسك الدوله بعد منه ما فكرش يغلط. فرصه سعيده واحنا متشكرين جدا. احنا اسعد حضرتك، الف سلامه. سلامه يا فندم. ده انت سياسي كبير يا عم.